اقرأوا، المطلوب أن تقرأوا، واقرأوا كل شيء، اقرأوا للسماء والأرض، اقرأوا الأنبياء ولأعداء الأنبياء، اقرأوا لماركس ونيتشه أيها الإخوة، ولينين وستالين، اقرأوا لكل أحد. وحين تقرؤون ستضح الرؤية ويضح النهج والسبيل، وستصحح القراءة بعضها بعضا. لا نخاف على أنفسنا من القراءة. لست من الذين يظنون أيها الإخوة أن الحقيقة تقف بحيالها، لا لا لا، كل أهل الأديان يعتقدون المطلوب هو الحقيقة. أنا أقول الحقيقة تقف دائما وتأتي دائما بعد المعرفة. هذا هو. العلمانيون لا يؤمنون بالحقيقة، يقدسون المعرفة. المتدينون لا يخضعون للمعرفة، يؤمنون بالحقيقة. هذا خطأ وهذا خطأ. أنا ظني وهذا منهج حياتي وفكري، الحقيقة لا تأتي إلا بعد المعرفة. المعرفة أولاً، وإذا تحدثنا عن المعرفة تحدثنا عن التوثيق والصدقية والمنهجية العلمية الصارمة المخترمة والموضوعية في البحث والدرس، وتأتي بعد ذلك الحقيقة لتدوج خياراتنا القلقة لتحسم موضوع الخيار. أهلاً وسهلاً بعد المعرفة لا قبل المعرفة. وبهذا المعنى فلسنا متدينين تقليديين ولسنا علمانيين مقلدين، نحن لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء. هكذا أيها الإخوة، وضع مخيف جداً.